طيب اخيرا عشان ما اطولش عليك يا شريف، كنا شفنا فيديو مسرب على بعض المواقع وبعض الصفحات خاص بلعيبه النادي الاهلي، هما بيتكلموا عن لعيبه نادي الزمالك. هل عندك اي تعليق على الفيديو ده؟ يعني انت هتندهش دلوقتي لما اقول لك انا كان المفروض ادخل معاك والمكالمه اتقطعت. الحقيقه انه كابتن نجيب كان بيكلمني وكان مزعج جدا 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 بسبب هذا الموضوع. كابتن خطيب خطيب وطلب يعني ادى تعليقاته للمدير التنفيذي للنادي الكابتن محمد مرجان بالاتصال ببعثة النادي الاهلي في ابو ظبي واستدعاء الزميل المسؤول عن السوشيال ميديا اللي قام بعمل هذا الفيديو وبثه على الهواء ووقفه وتحويله للتحقيق مع الزميل اللي موجود هنا ايضا في موقع المسؤول عن السوشيال ميديا وتحويلهم للتحقيق، ايقافهم عن عمل وتحويلهم للتحقيق. وكان في غايه الازعاج انه هذا الزميل يعني اخترق خصوصيات اللاعبين ونقل بعض الكلمات بينهم ربما تكون تسببت في جرح مشاعر يعني منافسين او زملاء اعزاء لنا. في النهايه هذا مرفوض وليست اخلاقيات النادي الاهلي، وهو منزعج جدا من فكره تناول يعني المنافسين بشيء مسيء، لانه اخلاقيات النادي الاهلي الحقيقه بترفض هذا الامر. صحيح. مش بس وقف الزميل، يعني انا معلوماتي انه رامي عاشور او حاجه كده، لا ده هو قرر رامي رواش اعتقد، يعني ده تقدر تاخدنا كده عاجل، ترحيل المسؤول السوشيال ميديا المرافق لبعثه النادي الاهلي من ابو ظبي على اول طائره، لانه لا يمكن النادي الاهلي ومجلس ادارته اللي على راسه الكابتن محمود الخطيب، النادي اللي حريص على ترسيخ القيم والمبادئ والاخلاق، انه يتناول اي نادي او اي لاعبين باي سوء. يعني اذا كانوا لعيبه الكوره بيفضفضوا مع نفسهم شويه مبسوطين سعداء، ما كانش ينبغي ابدا نخترق خصوصا صحيح 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 صحيح، لان ده شيء مرفوض ومن شانه انه يزيد احتقان بين جماهير مظبوط كبار. احنا بنعالج في هذا الاحتقان بقالنا 7 سنين وسنوات قبلها من اجل عوده الجماهير للمدرجات، وفي النهايه زي ما بقول لك يا ابراهيم هذه منافسه رياضيه يجب ان تتسم وتتحلى بالسلوك القويم والروح الرياضيه المحترمه، وده الاساس في ممارسه الرياضه.